هاي مؤخراً عم نشوف إيه الجديدة موجودة بمعظم المحلات للأدوات المنزلية وهي Air Purifier أو منقل الهواء. Air Purifier هو عبارة عن مكنة بتنحط بداخل البيت أو المكتب وبتشتغل على تنقية الهواء بداخله. بهالطريقة بتساعد على إزالة الغبار التلوث يلي هن سبب أساسي للحساسية والرشح ببعض الأوقات. هلأ كيف تشتغل هالمكنة؟ بمجرد ما تدوروها تشفط الهواء وبتقطعه بعدة فلاتر، وهون حسب حجمها وفعاليتها ممكن تستوعب لعدة فلاتر لإزالة الغبار، البكتيريا وحتى الفيروسز. تأكدوا من المكنة يلي عم تشتروها، بعض المكنات بيدخلهم فلاتر تقضي على البكتيريا بس عندها انبعاثات للأوزون، هالشي بشكل ضرر للروية. لهيك عالميا ينصح باستعمال الفلاتر تحت اسم هيبا. مين قال انه لحياة سليمة لازم نتنشق هوا نظيف؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.